ما فيها من زيت، ثم بعد ذلك يلقيها بجانبه. ألقى القربة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فلما فعل ذلك بثلاث قرب أو أربع التفت على يمينه، فإذا واحد من غلمانه من أولاده عمره 5 أو 6 سنوات، كلما ألقى عمر قربة أخذها الغلام وعصرها وعالجها حتى يخرج منها قطرة أو قطرتان، ثم يفركها بيديه ويمسح بها وجهه وشعره. التفت عمر إلى الغلام بعدما ألقى 3 أو 4 قرب، فإذا وجه الغلام حسن وإذا شعره حسن، قال لها: ادهنت؟ أحد أعطاك دهن تدهن وجهك شعرك؟ أشوفك ما شاء الله يعني جميل تلمع، ادهنت؟ قال: نعم. فرحان الولد، قال: من أين؟ أحد أعطاك دهن؟ قال: مما يتبقى في هذه القرب. قال: أعوذ بالله، وتدهن من زيت المسلمين بغير عوض أن كنت ولد الخليفة؟ يقول: لأنك ما شاء الله ولد الخليفة ما أحد يعترض عليك، تدهن من زيت المسلمين بغير عوض؟ قال: يا أبي، إنما هو يلقى، أصلا أنت بتغسل هالقرب وتلقيها. قال: لا والله، لا يحاسبني الله على هالقطرات، والله ما يردك إلا الحجام، الحجام الحلاق. فذهب وحلق رأسه خوفا من أن يحاسب الله على هذه القطرات. طبعا هذه درجة من الورع قد لا تكون واجبة، يعني ما يجب عليك أنت، أو نقول عمر لن يأثم لو أنه وقع هذا، لأن هذا الزيت سيذهب أصلا، لن يستفيد منه واحد، لكنها درجة عالية من شدة الورع والخوف وصل إليها عمر. اليوم أيها الإخوة، الناس تساهلوا كثيرا بمسألة الربا وأكل المال الحرام، كما في حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: بين يدي الساعة يظهر الربا، يظهر الربا بصور متنوعة، كما عند الطبراني. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال من حلال أم من حرام. ولما حرم الله عز وجل الربا قال سبحانه وتعالى في الآيات: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ثم قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لاحظ لما ذكر الزنا لم يقل إذنوا بحرب من الله ورسوله، على جلالة يعني على جلالة خطر الزنا وكبر معصيته، إلا أنه لم يرهب منه كما رهب من الربا، إنما الزنا قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولما ذكر قتل الأولاد، أو لما ذكر وأد البنات أو نحو ذلك، ذكر عاقبته وحذر منه، لكن لم يصل إلى التحذير الذي حذر فيه من الربا. يقول ابن كثير عن ابن عباس في تفسير هالآية: إذنوا بحرب من الله ورسوله، قال: إن آكل الربا يوم القيامة يعطى سيف، فيقول: ما هذا السيف؟ فيقال له: الآن يلا حارب الله ورسوله، أنت الآن في القيامة عندك قدرة كما حاربتهم في الدنيا أن تحاربهم اليوم. وسبحان الله يا جماعة، إذا تأملتم وجدتم أن كثيرا ممن يتساهل بأكل المال الحرام هم من يغتنون عنه أصلا، يعني هم الذين ما يحتاجون إليه أصلا. أعطيكم مثال، ألاحظ أحيانا بعض الناس يعني تجد عنده مثلا في حسابه 500 ألف، مليون، مليونان، 3 ملايين، ويتساهل بالبطاقات، بعض أنواع البطاقات الائتمانية وبعض أنواع البيوع والشراء مع البنوك والتعاملات، لأجل أنه أحيانا بعضهم يربط ماله، يعني مثلا عنده 50 مليون ويعلم أنها ستبيت في البنك، يأتي عند البنك ويقول: أنت متى تغلق؟ متى يعني تغلق أبوابك؟ يقول: الساعة 8 ليلا. طيب متى تفتح بكرة الصباح؟ يقول: أفتح الساعة 8 الصبح. طيب أنا أريدك تربط هذا المال يعني ربا في بنك في سويسرا ولا بنك في أمريكا أو في بريطانيا أو في غيرها لمدة 12 ساعة وتدخلون بكرة الأرباح التي لي في حسابي. طيب طبعا هو لما يربطها في بنك هناك، البنك هناك خلالها 12 ساعة يبدأ يشغلها بسرعة، يعني يستدينها بربح مثلا 0.5% أو 0.25%، لأنها فقط وقت قليل. ثم إذا جاء بكرة الصبح إلا ال50 مليون زايدة 5000 ريال، وينبسط يفرح. يعني بالله عليك يا جماعة، هو محتاج ال5000 ريال، هو عنده 50 مليون ميت عليها. فسبحان الله، لاحظت من أسئلة الناس والتعامل معهم أنه كلما كثر ماله أصبح عنده، يعني أصبح عند عدد منهم، حتى لا نعمم، أصبح عند عدد منهم تساهل بمسألة حلال حرام إلى غير ذلك. لكن وجدت أن كثيرا من الناس ممن ماله قليل يتحرج من أقل القليل، يعني يتصل ببعض الناس أحيانا ويقول: يا شيخ. قل: نعم. يقول: يا شيخ، أنا أشتغل في مكان
براتب 1200 ريال، وأمس طلعت مبكر لأجل ظرف من غير ما أستأذن فغبت عنهم ساعتين، هل يجب علي يا شيخ إذا استلمت الراتب آخر الشهر أطلع حق هالساعتين؟ سبحان الله. ثم يتصل بعده واحد فإذا هو عنده أموال ربوية وعادي ما يسألك أصلا عن الربا، يسألك عن أشياء أخرى، تعاملات معينة قد وقع فيما هو أحيانا أعظم بكثير مما يسأل عن هذا. فأحيانا الأمر مثل ما قال الله: كلا إن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى. والعجيب أن أمثال هؤلاء الذين يتساهلون بمثل ذلك، سبحان الله يا جماعة، تجد أنه في أحيان كثيرة يكون يعني تعبه ونصبه وحسابه عليه يكون غرما عليه وغنما لغيره. كم واحد من هؤلاء تجد عمره يصل أحيانا إلى 90 سنة، وإذا تحدث معك وطلبت منه يعني مثلا عنده في البنك افرض 5 مليون، 10 مليون، 20 مليون، تقول له عندنا مسجد وجزاك الله خير نريدك أن تتبرع لنا مثلا ب10,000 ريال، يبدأ يقول: والله يا شيخ ما أدري، و10,000 كثير، وأنا لسه متبرع ب5,000، وتلقاه متبرع قبل سنتين 5,000 ومدري إيش، ثم يطلع لك 200 ريال يضعها في يدك. طيب أنت الآن عمرك 90 سنة، تجمع المال لمن؟ وتجد سيارته أقدم السيارات، لبسه من أردأ اللباس، ثيابه من أردأ الثياب، تعامله، منزله. فإذا مات الصبح وورثه أولاده وخرج أولاده العصر وجدتهم عليهم أحسن اللباس بماله، وكل واحد منهم لابس راكب سيارة آخر موديل، وساكن أحسن بيت، وينتقلون من بيوتهم إلى بيوت أخر، فسبحان الله يكون غرمه عليه يعني الحساب عليه من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ويكون التمتع به لأولاده. لا تلاحظون ذلك؟ حدثني قبل فترة مدير إحدى المؤسسات الخيرية، ولو شئت لسميت اسمه، لكنه اطلع على القضية بنفسه في مجلس خاص. يقول: يا شيخ، كان هناك رجل يعني أعمى كفيف مسكين يسكن مع أولاده في حي من أقدم الأحياء في الرياض، والناس يتصدقون على أولاده، والرجل كبر سنه إلى أن وصل قرابة 90، وأحيانا بعض الناس يعطي الصدقات، بعضهم أحيانا يعطي زكوات، ويذهب إلى بعض كبار التجار وبعض الأمراء ويجمع منهم زكواته، لكن أحواله رديئة جدا مسكين. المهم مات الرجل وزوجته بقيت هي وأولادها الأيتام، ما عندها شيء مسكينة. يقول حتى أنه يوم من الأيام كان بيتهم من طين، فاشتد المطر وسقط جزء من البيت، واستأجروا لهم الناس غرفة وسكنوا هالمسكينة مع أولادها فيه، وكانت تصنع هذا الذي يمسكون به القدر إذا كان حارا، شو اسمه باللغة العربية؟ بيز بالعام، يعطونه باللغة العربية